اللي خلاني عشقت الانشاد دي، انا كنت بتعلم في الكتاب وحفظت القرآن الكريم، وكان صوتي حلو في القرآن واقرا القرآن واجود. بعد كده كانت تيجي عندنا في البلد المنشدين القديمة، والشيخ اسمه الشيخ أحمد حسوني، وشيخ اسمه الشيبيتي، وشيخ اسمه الشيخ عبد الحي، وشيخ اسمه الشيخ مرزوق، كانوا يجوا البلد. طبعا هناك لهم عادات، كل سنة المنشد ده يجي. أنا كنت عشقت الإنشاد منهم دول. في منشدين تقول ادوار، وفي منشدين تقول بعض قصائد، يعني قصائد كده ارتجاليه، مش زي اليندي. ما كانوش يقولوا في ابن الفارض ولا في محي الدين ابن العربي ولا في ابو العزايم، يعني قصائد كده في منهل الصفا، صفاء العاشقين، الحاجات اللي هي مفهومه. حفظت منهم واقول موشحات برضو. الانشاد دي والناس عرفتني، ابتديت احفظ من سيدي ابو العزايم، واحفظ من ابن الفارض، وحتى الليله الكبيره بتاعت سيدي ابن الفارض. الحالة تغيرت من مواويل، من مدايح، اتغيرت من ايه؟ من قصائد لابن الفارض طبعا في التوحيد، وفي ثقافة التوحيد، وطبعا ابو العزايم في التوحيد وفي ثقافة التوحيد، وفي طبعا منال الصفا وصفاء العشق كانوا يقولوا في صفات الرسول. طبعا دول اللي هم ابن الفرد وابو العزايم بيقولوا في ذات الرسول، يعني في ذات حضرة النبي، وفي ذات الإلهية، في ذات الإلهية. يبقى هنا طبعا في الذات الإلهية وفي الذات المحمدية طبعا فيها ثقافة. بننشد مش مرتبط، مش بنزكي أي دين، بنزكي الأديان كله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هنا احنا بالنسبة لهم مش بنفرق في الأديان. وتوجد أغلب الحفلات بتاعتي بتبقى حاضرة فيها ناس يعني مسلمين ومسيحيين، وفي بلاد برة بتبقى حاضرة مسيحيين ومسلمين ويهوديين ومن كل الأديان، يبقى حاضرين في الحفلات بتاعتي. رحت سفرة من جيم الشهر، عملت 5 حفلات كلهم في الكنائس، ولا قدروش هناك يمسكوا اي غلطه على الواو، ولا يعني ما زكتهمش بالنسبه لي انا، لا
اللي هو الكلام اللي بقوله هو بيجمعهم ويجمعني ويجمع كل الأديان، علشان تبقى كله يبقى متآخي فيها، متآخي في الله.